مشاهدي قناة شوف تيفي صباحنا وصباحكم مبارك سعيد ومرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر مباشرة من مدينة مكناس. هذا الجولة الصباحية اللي تشوف فيها الأجواء في العاصمة الإسماعيلية. غادي نتكلموا على فيروس كورونا اللي شحال هادي ما تكلمت عليه. فيروس كورونا الحمد لله ولينا كنشوفوا مؤخرا تحسن على المستوى الوطني وتراجع وانخفاض في عدد الإصابات، فيما أن شفنا ارتفاع في عدد الحالات اللي الحمد لله كيتعالجوا، وبفضل الله كنشوفوا أن الكورونا ما بقاش كتسجل أرقام قياسية وأرقام خطيرة كيف ما كانت من قبل. في نظركم مشاهدي قناة شوف تيفي، روان 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 صباح النور، أنت كذلك وصباح الخير لكل متابعي قناة شوف تيفي داخل أرض الوطن وخارج أرض الوطن. طبعا سؤال العريض اللي طرحناه هو واش كتشوفوا اننا قادرين نتغلبوا على هذا الفيروس قبل من فصل الصيف، لان كما كتشوفوا انا فصل الصيف هو واحد الفصل اللي فيه كيتحرك الاقتصاد بواحد الطريقه اللي هي كبيره، الاقتصاد الوطني بواحد الطريقه اللي كبيره، كيجيو المغاربه اللي مقيمين في الخارج وكذلك الناس كتبغي انها تبدل الجو وتسافر. واش كتشوفوا اننا قادرين نتغلبوا على هذا الفيروس وبالفضل طبعا التعليمات وبالفضل ديال اللقاح ضد فيروس كورونا اللي المغرب ضمن الدول او البلد الثاني على المستوى افريقيا وعربيا اللي وفي الخليج، يعني المغرب على البلد الثاني اللي لقح الشعب ديالو اكثر من الى حدود الساعه تقريبا 1.6 مليون، فما فوق اللي استفدوا من لقاح ضد فيروس كورونا. ومباركي صباح النور، هنا مازال صباح الخير ومباركي، وكذلك ام نور ومباركي. على كل حال أننا قادرين نتغلبوا على فيروس كورونا، قادرين أننا نشوفوا الحياة رجعت لمجاريها قبل من فصل الصيف، ولا كتشوفوا كاينين بعض السلوكات اللي باقيين كيقوموا بها بعض المواطنين اللي كتخلق واحد النوع واحد الجدال او واحد النوع من القلق، وكدل على ان الفيروس الا بقينا بحال هكذا ما غاديش يتحد. فاحنا كيف مزيان أمباركي رشيد كيقول مزيان انا الله يبعد علينا الفيروس ديال كورونا، امين يا رب العالمين. عشنا مع هذا الفيروس الويلات والويلات، فقدنا ناس عزاز وفقدنا مرضوا لينا ناس عزاز، ولكن مكتب الله كيتصرف، مكتب الله كيتصرف. الحمد لله انه كاينين علماء، الحمد لله انه كاين اطباء، الحمد لله لانه ماشي هي كما كيعاودوا لنا والدينا كل وقت وكيجي كل يعني وقت وقته، كاينين كل زمان ونوع المرض اللي جا، قالوا لنا يعني كيعاودوا لنا فاش كيجي المرض، فاش مرض الطاعون او لا الامراض الاخرى راه كانت كارثه عظمى. كيقولوا لنا الحمد لله ان الطب تقدم، والحمد لله على ان بلادنا من ضمن الدول اللي قدرات انها تغلب على جائحه كورونا، وما شفناش كيف ما شفنا في دول واحده اخرى، دول متقدمه، دول اوروبيه كايطاليا والعديد من الدول اللي كانوا ما كيقدروش انهم يستقبلوا المواطنين نأديهم في المستشفيات. الحمد لله ما وصلناش لهذه المرحله، هذه المرحله ديال اننا كنشوف الواحد كيموت وما نقدروش نقدموا له يد المساعده. فما علينا الا نقولوا تحيه كل رجال والنساء هاد الدولة هادي اللي كيشتغلوا بكل روح بكل روح وطنية وإنسانية لحماية هاد الشعب وهاد البلاد. سيادنا نتمنوا تكون نهاية ديال هاد الفيروس في القريب العاجل، لما لا إن شاء الله نبدأ حتى حنا هاد الفصل اللي هو فصل الصيف، نبدأوه سنة جديدة وحياة جديدة وانطلاقة جديدة وترجع المياه المجاريع. الى هنا سيادنا نقول لكم نهاركم مبارك سعيد، دمتم بالف خير، الله يكتب علينا وعليكم مكاتب الخير والمزيد من الحيطه والحذر.